معلش نعم. سؤال آخر يا شيخ بسيط، نعم واحد سألني عليه، اتفضل يا يعني حبيبي. هل التدخين يفضل الوضوء؟ الايه؟ التدخين ينقض الوضوء؟ التدخين السجاير يعني مثلا، او لا الشيشة او تنقض كده تنقض الوضوء، لا الوضوء؟ تنقض الوضوء، نعم لا تنقض الوضوء، نعم شكرا يا بس عمو. لا تدخن، لا لا تدخن، لا سؤال يا شيخ، ده واحد أسأل سألوني يعني. المهم لا تدخن، الله يحفظك.